الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، والتأصيل العام على ردهم كما بينا قبل ذلك في الكلام على النقيضان والضدان. احنا قلنا النقيضان المتقابلان، طيب، لا يجتمعان مثل السلب والإيجاب، الوجود والعدم، ولا يتفعان معا في شيء واحد. والضدان أمران وجوديان لا يجتمعان أيضا وقد يرتفعان معا كالسواد والبياض. يبقى الفرق بين الضدين وبين النقيضين، النقيضين لا يرتفعان معا، لكن الضدين يرتفعان معا. وجعلنا نقول إذا لم تكن النقطة سوداء بيضاء قد تكون حمراء، حتى لو صلى بالسجدة وحدها يكون مبتدع أيضا لو استدام على ذلك. والعدم والملكة متقابلان، أحدهما وجودي والآخر عدمي، ورددنا عليهم في كثير مما تكلموا به. قال المصنف: وقيل لك ثانيا فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر وحد ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما. فأنت فررت من تشبيه الحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك، هذا تنزلا معه، وإلا فهو قال بأن الجمادات أيضا توصف ولها إرادة وتوصف بالحياة والموت. وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. يعني على التلخيص أنهم وقعوا في شر مما فروا منه. وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهو غاية التناقض والفساد. هو واجب الوجود جعله ممتنعا، وقلنا بأنه جعله عدما أيضا، هما بدون عدم. فهنا كأنه تنزل معهم على فرض التسليم بالنسبة لهذه المتقابلات، إذا سلمنا أنه يجوز نفيها عما ليس قابلا لها. فما لا يقبل اتصاف بواحد من هذه المتقابلات أعظم نقصا من القابل، يعني الذي يقبل أكمل من الذي لا يقبل. يبقى لا تصلي بهما يا أحمد. فالأعمى الذي يقبل اتصاف البصر أكمل من الجدار الذي لا يقبل لا اتصاف البصر ولا غيره. فلو قال إن الله لا يقبل اتصاف الحياة والموت لكان أهون من قولهم إنه لا يقبل اتصاف بهما. هذا حسب الاصطلاح عندهما في الفرق بين الضدين والنقيضين، لأن ما لا يقبل كالجدار أعظم نقصا من القابل. فلذلك قلنا له أنت فررت من تشبيه الله تعالى بالأحياء الذين يقبلون الكمال، هم قابلون الكمال، ووصفه بالجمادات بصفة الجمادات لا تقبل ذلك. يعني أنت فررت من أن تشبهه بالحيوانات اللي هم في الحياة يعني يدبون على الأرض، فهم قابلون للكمالات، ففررت من ذلك وشبهته بالجمادات التي لا تقبل الكمالات، فكان هذا أدعى في النقص. وبالنسبة للوجود والعدم لو سلمنا لوزن فيهما عما ليس بقابل لهما كالجماد والوجود سلمنا، لأن الجماد كما قلنا يقبل، قال نعم سماه الله ميتا أموات غير أحياء، سلمنا بجوازنا فيهما عما ليس بقابل لهما. فإذا كان المعلوم بصراحة العقول امتناع وصف الشيء بأنه موجود معدوم أو نفي الوجود والعدم عنه، إذا كان ذلك ممتنعا عقلا فإن جعل الشيء غير قابل لتصف الوجود والعدم أعظم امتناعا. فهذا الذي نفى الصفة ضدها عن الله تعالى ومنع قبل اتصف الله تعالى بالوجود والعدم، جعل وجود الرب الواجب الذي لا يقبل العدم أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض في الفساد كما قلنا بأنه أضاع. قال المصنف أيضا: وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين لوجود الوجود والعدم،
ورفعهما كجمعهما، ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، وامتناع عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما، معنى فيهما فيما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم، أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما معنى فيهما مع عنه. وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود، لأنه قابل زي ما بالضبط كده أقربها لكم. لما جاء موسى وقال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. أحال على إيش؟ على ممكن ولا على مستحيل؟ على ممكن. فالممكن هنا يدل على قابلية الوجود. لذلك قال حينئذ فنفيهما مع كوني قابلا لهما أقرب الوجود والممكن، وما جاز الواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره. فإذا جاز القبول وجب، إذا جاز وجود القبول المقبول وجب. هنا الشيخ قد بين لنا في هذا الباب على أن أنفى النفي والإثبات، على أننا ننفي النفي والإثبات، فمن من يصرح بنفي النقيضين فيقول لا موجود ولا معدوم، وهذا طبعا الجنون بعينه، لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، فهو ينفي النفي والإثبات، يقول لا موجود ولا معدوم، أيضا لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل، ومن من يقول أنا لا أثبت واحدا منهما، أي لا أقول موجود ولا معدوم، ولا لا موجود ولا لا معدوم، فامتنع عن إثبات أحدهما لا يغير من الواقع شيئا، لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، بل هو مثل سكوت الساكت وجهل الجاهل، اللي هي معناها الواقفة، اللي هي معناها الواقفة، وهذا ليس بعلم، التوقف ليس بعلم. فقال المصنف هنا قال ما وما جاز الواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره، يعني ما كان جائزا لواجب الوجود قلنا وجب، لماذا؟ أنه لا يعتمد في صفاته على صفات غيره، أي إذا جاز أن يكون الله تعالى قابلا للشيء وجب أن يكون قابلا له، إذا قلنا جاز أن يكون قابلا للكلام وجب أن يكون قابلا للكلام لعدم توقف صفاته على غيره سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالممكن الذي يقبل الوجود، الممكن الذي يقبل الوجود لا يجب له الوجود، لما؟ لأنه يعتمد على غيره، لأن وجوده متوقف على غيره، أما الله تعالى فيتوقف اتصافه بصفات الكمال على غيره، لا يتوقف اتصافه بصفات الكمال على غيره. فما جاز الواجب الوجود قبوله صار واجبا، أي بمعنى وجب. فصفة العلم والسمع والبصر والحياة من الصفات الذاتية واجبة، أما الصفات الفعلية فتوصف بالجواز لا بالقبول أو بالوجوب. وقيل له أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل، كما قلنا الاتفاق في الاسم لا يستلزم اتفاق المسمى، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق. شوف يعني هناك اشتراك ليست بالخصوصية، وهذا القدر المشترك الذي لابد، فلازم نشوفه في قال ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص بالخلق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشرك في مخلوق ولا يشرك مخلوق في شيء من خصائصه ليس كمثل شيء طبعا وهو السميع العليم. وهنا الرد هذا رد على إيش؟ رد على الجهميين فيما في الأسماء والصفات، لأنه قال يستلزم التشبيه وهو ليس بلازم. وإن قلنا بالتسليم ألزمناه نحن في الذات بذلك، وإن قلنا بالمنع نقول إن اتفاق المسميين عند الإطلاق في الأسماء والصفات ليس هو التمثيل،
ليس هو التمثيل الذي نفته الأدلة العقلية والشرعية، فليس في إثبات القدر المشترك الذي هو المعنى الكلي للصفة، هذا الذي تكلمنا عنه قبل ذلك، هو المعنى الكلي للصفة تمثيل، وإنما التمثيل المنفي ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق أو المخلوق بما يختص به وجوبه أو جوازه أو امتناعه. فأما ما يختص رب بوجوبه كالصفات الذاتية كالحياة والقدرة والعزة، وأما ما يختص بجوازه فالصفات الفعلية كالاستواء العرش النزول، كلها في جوازها لأنه وأصلها طبعا على التأصيل العام ذاتية. وأما ما يختص بامتناعه فالنقائص، وهذه أحكام العقل أيضا ثلاثة. يبقى أحكام العقل الثلاثة الواجب والجواز والمنع، ومما يختص بمخلوق بوجوبه والأحداث والافتقار، ومما يختص المخلوق بجوازه عليه فالحياة وبعض صفات الكمال والنقص، وما يختص المخلوق بامتناعه فكل ما يختص به الرب سبحانه وتعالى. لا يمكن أن نقول ما يختص به الرب قد يتصف به العبد، وهذا معنى التشبيه والتمثيل الذي نفاه بالتصريح الكتاب ليس كمثله شيء هو السميع البصير. نقف عند هذا، ما أريد أن أكدس رؤوسكم بمثل هذه المسائل الكلامية، لكن الحمد لله التأسيسات هذه معكم، لا يمكن يعني أن يعني لا يمكن كما قلت تهتزوا بعد ذلك لكلام أهل البدع وفلسفة أهل البدع الشنشانة التي لا تسوي شيئا. ممكن يكون البيت الحرام تخصيص من عام أجبتنا هذا أجبته عايزة أمكاته رجل يتأخر عن الصلاة خوفا ما أجبت عن هذا أيضا كتاب مات أو أصل وتقسيم النشوان الحموية جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا يا سلفي، أنت تسببت في هذا الخير، أنت الذي طلبت هذا والله جل في علاه قد حقق لك، فهذا فضل الله عليك أيضا، ضربت بسهم راقن وفيكم بارك أبو البرار أحسن الله عليكم جيت الجنة مع عبد الله، نسأل الله جل في علاه أن يحفظك ونحفظ بك وننفع بك الأمة الإسلامية، وأدام الله خيركم يا دكتورة أحسن الله عليك يا دكتورة هذا، رفع الله مقامك وزادك تأصيلا وعلما. طيب أنا أستاذ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أتيت الآن انتهينا من الدروس، رضي الله عنك نعيم، رضي الله عنك وفتح عليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله